المصريين دايما مشرفين ودايما جدعان ودايما رافعين اسم مصر في كل مكان. البطل المصري محمد شعبان لاعب كمال الأجسام المحترف ونجم فريق كوسكواد نجح في تحقيق إنجاز جديد بعد تتويجه بلقب بطولة تورونتو برو شو في كندا، وبكده كابتن محمد بيتأهل للمشاركة في الحدث الأهم والأكبر مستر أولمبيا 2022 واللي هتتلعب في شهر ديسمبر الجاي. خلينا نرحب ونبارك لكابتن محمد اللي منورنا دلوقتي عبر تطبيق زوم. صباح الخير يا كابتن محمد، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير بيك، ربنا يحفظك يا رب، وألف مبروك علينا كلنا إن شاء الله. طيب احنا عايزين نبارك لك يا كابتن مبروك لمصر. وفرحانين لك وفخورين بيك، والمشاركة في البطولة ما كانتش بالسهل. قولنا بقى ايه اللي بيميز البطولة دي عن باقي البطولات اللي انت بتشارك فيها؟ أولا ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك. المشاركة دي كانت المشاركة الثانية، أنا كان عندي بطولة كاليفورنيا يوم 28/5، كان عندي بطولة كاليفورنيا والحمد يعني الحمد لله أخذت المركز الثاني، ما حالفنيش الحظ إن أخذ المركز الأول. بعدها بأسبوع بالظبط كان سافرت على كندا ولعبت بطولة تورنتو. الحمد لله ربنا أراد إن احنا ناخد المركز الأول. كان مشكلة عندي شوية لأن أنا عندي إصابة، عندي أربع انزلاق غضروفي في الظهر، ربنا يعافي الجميع. فالإصابة دي جت لي بعد مستر أولمبيا السنة اللي فاتت، فكان صعب عليا إن أنا أقدر أكمل، وأغلب الدكاترة وصفوا لي إن أنا لازم أعمل عملية وكده، ولكن أنا عندي حلم وعندي يعني إرادة إن أنا عايز أكمل، لأن لو عملت عملية خلاص يبقى مشوار الرياضي انتهى يعني. صحيح. فالحمد لله بمساندة الناس ودعوات الناس ومساندة كو سكوات والناس المؤمنين بيا، فالحمد لله وقدرت أقف على رجلي وأظهر بشكل كويس. كانت النقطة في ما بين البطولة دي أو البطولة دي هي المستوى الكونديشن أو النشافة اللي مش قادر أجيبه 100%، لكن اللي ورا الكواليس كان الموضوع صعب، لأن كل ما تنشف أكتر كل ما الألم اللي في الانزلاق الغضروفي يزيد أكتر، فده اللي كان الضغط النفسي عليا يعني. وده اللي لكن بيأكد يا أصعب كابتن مواقف محمد ان فكرة الإرادة دايما بتكون مفتاح النجاح لأي حاجة حقيقية بتحصل على الأرض. يعني عاوز اعرف بقى طبعا من أنا حضرتك، لم اتفضل. اتفضل لا اتفضل طيب كابتن محمد، يعني في البداية طبعا ببارك لحضرتك وعاوز أسأل حضرتك، حضرتك ليك تواصل مع بيج رامي، لأن حضرتك عارف اللي هو واخد البطولة دي مستر أولمبيا، واخدها مرتين تحديدا، فهل في تواصل ما بينك وما بينه وبتلعبوا على نفس الوزن بتاعه ولا الوزن مختلف؟ طبعا، لان احنا ورامي الاول كنا في نادي واحد الاول قبل ما نسافر امريكا وقبل ما هو يروح مصر، وطبعا احنا اصدقاء من زمان يعني، واحنا بننافس بعض حاليا يعني، احنا دلوقتي منافسين فالموضوع شويه صعب، ولكن احنا في تواصل دايما بينا يعني، فالحمد لله ربنا يديم المحبه دايما في يا رب. تواصل يعني. بس ما طيب فيش تريكات كده بيدالك بيجرام، يعني منافسة شريفة زي ما ما بيقولوا؟ المنافسة شريفة يعني، أنا كل واحد عارف أنا في التوب 10 في أولمبيا، السنة دي بحاول أكون في التوب 6 يعني، بتيجي مرحلة بمرحلة لحد ما يجي على المنافس على الأول هيكون رامي موجود، ما فيش هزار هنا بقى، إحنا إخوات بس بره الستيج. طيب فكرة بقى ان احنا يبقى عندنا اتنين مصريين في التوب 10، ده ما كانش بالساهل وده مش موجود في اي حتة ان احنا يبقى عندنا اتنين مصريين في بطولة قوية ومهمة زي دي. طبعا الموضوع مش سهل قوي، وحياة الاحتراف صعبة جدا ومكلفة جدا، غير كده كمان يعني فتح باب ليها طبعا الابطال اللي سبقوا والابطال اللي بدأوا في اللعبة دي من زمان، ولكن رامي كان اول واحد يكون موجود في الاحتراف ويوصل لاولمبيا وان هو ياخد اللقب، فده كان فتح الباب لناس كتير او ادالهم حافز بصوره كبيره. عندنا طبعا مش بس رامي ومحمد شعبان اللي موجودين في التوب 10 يعني، هم اللي حاليا اللي موجودين في التوب 10، ولكن عندنا ناس تانية. عندنا حسن مصطفى بيلعب، خد مركز 13 السنه اللي فاتت، والسنه دي ان شاء الله ربنا يكرمه ويتاهل ويكون في مركز افضل. عندنا الورداني في مستر اولمبيا، عندنا ناس تانية متاهله لمستر اولمبيا في اوزان مختلفه. سكوات النهارده عندها 8 محترفين متاهلين لمستر اولمبيا، وده حدث اللي لسه ما حصلش في التاريخ يعني، حدث يعني له مكانة عظيمة جدا للناس اللي متابعة رياضة كمال الأجسام في خارج الدول العربية أكتر يعني.
طيب كابتن محمد، يمكن لعبة زي دي هي لعبة مش سهلة، في تحديات كتيرة وفي شغل كتير قوي من بداية الطريق أو بداية المشوار زي ما بيقول عشان توصل النهاردة للقب زي اللي حضرتك وصلت له. عاوزين نعرف يومك بيبقى ماشي ازاي، ايه التحديات اللي انت بتقابلها وازاي بتتغلب عليها يعني؟ والله لعبة الأجسام عشان هي لعبة فردية، فلعبة بتكون صعبة جدا لأن هي مش مبنية على تيم، مش فريق بيحاول صحيح. ينجح، لا هو شخص بيحاول ينجح لوحده، فبيكون الموضوع صعب. والحياة دي بتكون حياة روتين معتمد على 24 ساعة في اليوم، بيبتدي من أول دقيقة بتقوم فيها من النوم لحد ما الميعاد اللي هتنام فيه، بيكون في طول اليوم كله أنت شغال فقط للرياضة دي، من تمرين الصبح الكارديو والمعدة والألعاب اللي هي مثلا الحاجات اللي أنت بتحتاجها زي المعدة، زي الترابس، زي اللور باك، شوية كم عضلة بتلعب الصبح، بعدين التمرين اللي هو بيكون مع المدرب بتاعك في الجيم، بيبقى مثلا على حسب نوع بتاعك، يبقى في تمرين تاني في يعني انت تشتغل بتتمرن فيه اكتر من في مرة في البيت. اليوم؟ يعني بتمرن 3 مرات في اليوم، مرتين في البيت لأن عندي جيم صغير في الجراج، فبتمرن مرتين في اليوم في البيت، وبتمرن مرة مع المدرب بتاعي في الجيم. غير طبعا إن أنت عندك مواعيد أكل وشرب، تاكل من 6 لـ7 وجبات في اليوم، وكل وجبة لها يعني نوع معين من الأكل، وزن معين، في وقت معين، يعني الموضوع ده في كبير يعني. اجمالا، لكن ايام البطوله بيتهيألي الوضع بيبقى مختلف، فيه بيبقى يعني أي محاوله أيام تحديد عضله، تشريخ زي ما بتستخدموا المصطلح، يعني في حاجات معينه او سيستم معين بتبقوا ماشيين عليه وقت البطوله بالذات. هو بيبقى احنا عندنا حاجة اسمها اوف سيزون واون سيزون. الاوف سيزون اللي هو احنا بنحاول نبني شوية ونشيل، ويكون عندنا حجم وبيبقى الجسم فيه نسبة فات عالية. اما الاون سيزون هي مرحلة البريب اللي هي بتكون فيها اللو كارب، ويبتدي الجسم ينشف ونسبة الفات تقل لما توصل حوالي 3% في الجسم، فهي دي المرحلة الاصعب، لان طبعا بتبقى محروم من حاجات كتيرة في الأكل والشرب، وبيبقى اللو كارب يعني مفيش رز ومفيش بطاطا، بيبقى الموضوع شوية صعب يعني، وخصوصا للناس اللي بتحب الأكل والشرب هيكون الموضوع عليهم صعب جدا يعني. أكيد كل التوفيق ليك كابتن محمد شعبان، لاعب كمال الأجسام المحترف ونجم فريق كوسكواد لكمال الأجسام، شكرا ليك وألف مبروك عليك.